عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة جوه مصر بره مصر، محافظاتنا بمس وبصب عليهم. الحمد لله رب العالمين، كملنا الأربع تجناب وفرشنا الدنيا. معانا ورا الكاميرا الكابتن حنين، معانا دلوقتي المعلم كوتو. ازيك يا معلم كوتو؟ صباح الفل يا باشا. جماهيرك بتحبك يا كوتو. واحنا بنحب الناس كلها والحمد لله، يعني وعلى فكرة الحمد لله على كل شيء. وعلى فكرة جميلك بتحبك ومحتفظ لك بكلمة انت قلتها في فيديوهات الجناب قبل كده واحنا بنرص، يقول لك بطلنا اللي يعطلنا وركبنا اللي يحيانا. انت محضر لهم كلام النهاردة؟ كلمة بس محضر لهم يا باشا، سيب اللي يتكلم يتكلم، هيفضل الصبي صبي والمعلم معلم. ده اللي احنا هنقدر نقوله، عشان اللي بيتكلم كتير ده مريض نفسي، يعني هو مش هتستفاد منه بأي حاجة. يفضل يعلق على الناس اللي هي مثلا ايه، اللي نجح نجح من زمان يا باشا وقلناه 100 مره، مفيش حد هينجح تاني خلاص، اللي نجح عدى. لكن اللي هو قاعد بيناقض في الناس اللي هي نجحت دي، ولا الناس هتشغل دماغها. احنا بنشغل، ما بنتشغلش من حد. وسواء الفل على الناس كلها، احنا مش هنتكلم في كده، سيب الكلام ده، دولت الناس الفاضيين. احنا عايزين نعمل مصلحه وخلاص، عشان ربنا يكرم. هنتكلم برده في حكايه الدار، اللي احنا هنفرش برده فرش العرق، ولسه هنتكلم في شبكه مراه، ولسه النضاره، ولسه حاجات كتير. وخليك معانا. طبعا معلم كوتو، الف مبروك على الدار الجديد، والف مبروك على الجناب الجديده. طلع رايقه. لا الحمد لله، طلع رايقه الحمد لله يا باشا. الفضل يرجع بعد ربنا ثم العميل. الله يبارك لك يا حبيبي، الله يصلح حالك. احنا شبعنا نش يا كوتو يا عبد. الحمد لله احنا شبعنا نش، بس عشان الناس برضو ان احنا الحمد لله. انا طلعت لقيت العشه كان كلها نش. انا عملت حاجات ما فيش حد لسه رجاله في شنبات ما بتعملهاش، يعني مسكنا العنتين حمام لغايه دلوقتي ناس لسه بتبتدي تربي في الجريزليات. يعني الحمد لله احنا شبعنا نش ودخلنا في الفرخ، والحمد لله وربنا يكرم الجميع يا رب. هتقول حاجه للمبتدئين حبايبك؟ يا عم نقول لهم ربنا يكرمهم ان شاء الله، وانا عايزهم بس اللي هم ايه يركزوا كده، مش عايزهم يفضلوا يتكلموا كتير. افهم، انت بتبقى قاعد مكانك والمعلومه بتوصل لك لغايه عندك، لكن ما تبداش بقى ايه تخش في كومنت. طب كريم لي، طب يا عم الكلام ده انسى بقى خلاص بقى، ركز وافهم في الفيديوهات شويه. يعني خليك اللي انت بذاك، كل اللي انت بتساله العميد والله ما سايب حاجه قايلها. يعني كل حاجه اللي انت بتسال فيه وبتهري فيه هتخش، انت مكسل اللي انت تخش تقعد تتفرج. يا عم احنا كنا بنتدرب عليا النعمه، انا كنت باخد بالرجل من فوق العش عشان اتعلم حاجه، كنت بتدرب بالمس عشان خاطر اللي انا اتعلم. لكن انت راجل دلوقتي قاعد بتتعلم وانت قاعد، يعني انت قاعد بتتكيف بتشرب كوبايه الشاي مش عارف بتعمل ايه، هتتفرج على الفيديو والراجل بيهري. يعني هو مش من فضه ولا الكلام ده، الراجل اساسا يعني المفروض تركز له اللي هو بيقوله له، وربنا يوفقه ان شاء الله، واللي جاي ان شاء الله احسن. الله يبارك لك. وهتقول ايه للناس اللي هتعمل قناه جديده وهتعرض عليها الفيديوهات دي؟ هتقول لهم ايه؟ يشرفوك. يشرفون الناس كلها وربنا يكرم الناس كلها ان شاء الله، الناس تتابعنا، لان كل اللي جاي ان شاء الله جديد. يعني احنا مش الحمد لله مش هنقلد حد ولا بنقلد حد، احنا بنعلم ما بنتعلمش من حد. فكل اللي جاي ان شاء الله جديد، تابعونا. عم احمد ادم اخوكم الصغير، بلاش الكبير عشان الكبير ايه، الكبير كبير خلاص. طيب هنرجع اللي قلنا النهارده، هنشتغل في العرق. العرق بيتكون من اربع مراين، الاربع مراين انت بتشتغل بيها بلقطه واحده، بلقطه واحده. هي لقطه ايه؟ لقطه ال 60 سم خشب الفرش اللي بيتفرش فوق المراين. هنوريك المراين دلوقتي بتتعمل ازاي عشان ظهر العشه، وهنديك اللقطه اللي انت هتشتغل بيها العشه كلها، تاخد اللقطه دي. لو اللقطه دي ضاعت منك لازم تعمل لقطه تانية. هي لقطه ال 60 سم، لقطه ال 60 سم. العرق كله هيبقى 60 سم، دي خشبيه اللقطه. كابتن حنين قاعده طبعا في الدل، احنا طبعا هنجيلها هنقرب لها كده. دي لقطه ال 60 سم، هنخلي العرق 60 سم خلاص كده، علمنا ال 60 سم وهننشرها عشان دي اللقطه بتاعتنا. اللي احنا هناخد العرق كله عليها دلوقتي، هنجيب المارينا بتاعتنا ديت. احنا الجناب بتاعتنا 4 في 6 متر مساحه الطبليه، دلوقتي بقت 4 في 5 متر الجناب ومتر بلكونه ورا
هنا في الحته دي، ده المتر البلكونه، ده المتر البلكونه. لكن الغيه من هنا هتبدا 4 في 5 متر، بقت الغيه 4 في 5 متر. فهناخد اللقطه ال 60 على الداير الاول. الاول الاستاذه حنين تيجي من هنا تصورنا بعد اذنك. هاخدها كده؟ هاخدها كده ماشي. احنا هناخد الاول عشان المارينا، وبعدين ايه؟ هنرجع نبص ونرجع لقاعدة تاني. خدوا هنا الحزام ده اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو كان ماسك الاجناب والكلام ده، دلوقتي احنا اللي احنا هنفكه عشان ملوش اي عزجل. الاربع تجنب مسكوا ببعضهم، ده اللي هو كان عم احمد قايل عليه الأمان. اللي هو حزام الامان اللي انت بتمسك الجنبين او الجنب الثلاث تجنب في قلب بعضهم. دلوقتي ما لهمش اي عزم هنرفعهم، هتلاقي الجناب ايه خدت وضعها عاد. واصحى معايا مساحة الجنب من الجنب اللي هو مساحة الأربعة متر، المارينا دي 4 متر و10، فاحنا هنقص شوية الزيادة اللي فيها عشان خاطر تاخد الجنب من جوه لجوه، وبتسيب لها اللي هو سنتي عشان تخش ايه؟ شحط. دقر أو شحط. عميد احنا بتوع الجديد. دي زاوية يا جماعة، واخد بالك بتشتر من عند الموان، دي زاوية واخد بالك بتدق في المارينا وبتدق على العرق، بتدق في المارينا وبتدق على العرق، عشان ما المارينا بعد ما تاخد المقاس ما تجريش منك، هتبقى ثابتة، واخد بالك بعد ما تاخد اللقطة 60 سم هتبقى ثابتة. بنعمل ايه احنا بقى؟ بندق الاول حاجه في المارينا، واخد بالك؟ قربي كده احنا، خدها كده عشان نروح، خدها العكس. نرفع المارينا بقى. اطلع كده. متنساش اللقطة الستين، خليك مركز كده اهو، اللي هو بتاخد اه ركزهم كده عشان الحاجة راحت مني. عشان خاطر اللي هي ايه، بتاخد الخشب اللي احنا قصيناها دي من اول الجنب لغاية المارينا من جوه، ولا تخليها طالعة عشان لما بنيجي نركب الطراد ما تضايقناش في أي حاجة، بناخدها على أبوها من المارينا من جوه لغاية برضو المارينا اللي هي من قلب العشة من جوه. ما في خشب الفرش برضو، الشفة على الشفة، قول لهم الشفة على الشفة. تعالى تعالى كده بص معانا، الشفة على الشفة يعني، بص اهو يعني كده، واخد بالك، واقيس من هناك اشوف الشفة على الشفة ولا لا، يعني كده من جوه زي بره، عشان جوه زي بره. نيجي لما نفرش التراب بتاعتنا والكلام ده ما فيش بقى ايه يكون خشب الفرش طالعه بتضايقنا دي في لف فرد الحمام، وربنا يكرم يعني الناس كلها تمسك حمام. لازم اقيس اخد حساب اللقطه بالظبط، وبعد كده دول وادي الزاويه اهو اللي عم احمد عملها. تعالى بص الزاويه اهي،
كده خدنا مقاس اللقطه وكده شكينا اول مسمار، ولا المرينه هتروح كده ولا المرينه هتروح كده، وهنطلع شويه عشان المسمار ده جه على الفاضي. رحلت مننا برضه، هناخد المقاس تاني. برضه كذلك برضه مش هو، ممكن يكون الفيديو ده طويل شويه، بس احنا بنعمل عشان برضه انت تستفاد وما تسالش اي حد. عايز تعمل اي حاجه اتفرج على الفيديو وتشوف اللي انت عايزه على النت. اللقطه معاك؟ اه يا دي اللقطة 60 سنتي جوه شوية. هندق ال ناخد برضه شيف على الشيف هنا يا جدعان اهي. اشرح برضه الاوضه للناس برضه. نفس ما خدنا الجنب اللي هناك اللي هي من جوه من بره المارينا اللي هي من اولها من اول الجنب لغايه المارينا اللي هي من جوه بتاعت فرش العرب. برضه نفس اللقطه هي ال 60، الدار بتاعك كله هيمشي 60 كده. الزاويه اللي احنا بنعملها دي ممكن اللي انت تدي لها مسمار. ادي بقى مسمار بقى ورق الناس بقى، ادي مسمار 8 من بره بره من الجنب اللي من بره ده هتاخده للمارينا اللي هي اللي احنا دقيناها دي بتاعت فرش ايه الضغط. الزاوية كده كده اللي احنا ثبتنا بيها اللي هو الجنب في قلب المارينا، واحنا زاد التأكيد بنديلها المسمار ده من الجنب من بره. ولما تيجي تدق ما تتنش مسمار عشان الحتة دي بتكون بتاعت الزاوية بتاعت الطارة، عشان المسامير الكلام ده كله فيما بعد اللي في ناس بتعوج المسامير. تيجي اللي انت معلق الزاويه بتاعتك تيجي تلف تلاقي المسمار اللي انت اساسا وانت بتفرش تنيته الكلام ده يشبك في قلب الهب. فانت عشان خاطر تكون اي حاجه الجنب بتكون مطبعه ما تسيبش مسمار فيه، الحاجات دي اساسا بتفرق فيما بعد. وانت بتعمل حاجه الشغل على ما بدا يا بيه، بتعمل لناس شغل انت فاهم سقلب وقلب. خش خش باللقطه بقى على جميع العرق كده وريهم بقى اللقطه كده دخل 60 ولا لا، على جميع العرق كده وريهم كده. يعني لو فرشنا من هنا هتلاقي 60 ال 60 تعالى في نص كده ادي اهو ال 60 اه الجنب ده ورد عشان خاطر ما حدش يقول لك ايه ده الجنب بيخش جوه. الجنب ده لسه بص الجنب لسه الجنبين اهو كل ده هتطبقه عشان الجنبين اللي هو هتنطر ده بره اهو وتاخد مقاس ال 60 وتروح داقي مسمارين شاكك مسمارين هيبقى كله متطبع 60 عشان انت لو وقفت على العرق كده وخدت اللقطه وخدت اللقطه كده هتلاقي كله مستوى العرق واحد، مش هتلاقي الجنب ده مكرش بره
او جاي مبطن جوه، يعني واخد بالك جاي جوه مسحوب جوه، واخد بالك لا هتلاقيه مكرش بره، لكن هتاخد مقاس ال 60 هتجر الجنب ده بره كده لغايه ما تاخد ال 60 بتاعك، هتلاقي الجنب ماشي مسطره واحده زي ما قال كوتو كده. يشوف برده الدنيا فيها ايه وتعلم الناس برده، واخد بالك. دي المارينا الاولانيه، نشرب حاجه ساعه وبعدين نكمل المارينا الثانيه.